لقيتك بتسقط قلت اعمل لك حاجه تشربها. لو شربته هنام. ليه؟ دي في الخمسينة. يعني ايه يعني في الخمسينة؟ فيها تعويذه؟ هنام برضو. طب والله انت ابن حلال. تادا. اوبا. لا ماليش انا في الكلام ده تاني خلاص. مرة واحدة مش أزمة، كلنا بناخده لما نطبق في التصوير وكمان أيام الامتحانات. لا 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 أنا ما صدقت بطلت. ماشي براحتك. يس مطرح ما ياسري يمري. في ايه؟ منصور بعت لي بيقول لي ان هو بعت الحلقه للمنتج والمنتج بيقول له ان دي احسن حلقه اتكتبت في المسلسل لحد دلوقتي. بجد؟ الف مبروك يا علي، الف مبروك. انا مش مصدق نفسي. شكرا قوي يا نوره، انا من غيرك عمري ما كنت هعرف اعمل كده. تستاهل مكافاه. فانكي نكافئه ازاي؟ ما اقصدش كده خالص نور. انا لا يا علي بلاش يحصل بينا حاجه نندم عليها. دي اكتر حاجه نفسي فيها في الدنيا دلوقتي. عيب يا علي. فانكي قاعد. صباح الخير. صباح النور. صحيت امتى؟ يعني من شوية. وصحي كده تشتغل على طول؟ قلت استغل المود الحلو بقى ده في ان انا افتح مسلسل واعدل فيه، بقى لي سنتين ما فتحتوش. شكل مودك بقى احسن جدا. اعمل لك فطار؟ لا انا فطرت اي حاجة. افطري انتي. اوكي. مالك؟ مفيش، مش عايزة ازعجك نورة. انا مبسوط جدا ان انت قاعدة معايا. انا بجد اول مرة اتبسط في حياتي كده. انا ما حبيتش اتكلم في الحوار ده اول ما صحيتي، انت عارفة بقى. عارفة ما دي حباية مش بقولك ايه، انا اكلت اي حاجة كده تصبيرة يعني. تيجي نفطر مع بعض؟ ماشي. طب وانتي؟ وانا ايه؟ ما قلتليش. نفطر ونتكلم مع بعض على رواق. رضوى هو انتوا فين؟ انا كنت لسه اكلمك. انت ونوره مش بتردوا عليا من امبارح بالليل. ما انا كنت مسحول بقى في الكتابه وبتاعت الحلقه وكده. صحيح انا سلمت الحلقه فعلا. وعجبتهم قوي. وعجبت منصور؟ مش منصور بس، المنتج كمان. ايه ده يعني كده خلاص كله تمام؟ كله تمام. مش صدقني انت خلصت الحلقه، ما توقعتش خالص انها هتخلص. انا قلت انت ومنصور اكيد هتقفشوا. تخيلي. طب حلو. هي نورة فين؟ موجود. طب ما تديني أكلمها كده. رضوى هاي.
نمت بدري معلش كنت مسقطة خالص. قالت لك ايه؟ ولا حاجه عادي. ايوه يعني اتكلمتوا في ايه؟ في ايه ايه يعني؟ ولا حاجه. قالت لي ان هي جايه بكره الصبح، وكمان قالت لي انه لو نمنا بدري ما نحطش موبايلاتنا سايلنت. اوكي. احنا لازم نقولها. نقولها ايه؟ على حسب. ايه اللي حصل؟ دي غلطه. غلطه؟ انا ما اقصدش، انا قصدي ان اللي حصل ده ما كانش مترتب. بص، احنا هنقول لها ان حاجه حصلت، مش حاجه كبيره، بس لازم نقول لها. انا مش هينفع اعيش في الذنب ده صراحه. لا كبيره ولا صغيره، دي لو عرفت هتتضايق، دي هتموتني. هنقول لها ايه طيب؟ هو احنا ليه لازم نقول لها اصلا؟ لما اتكلمت معاها كان صوتها متوتر قوي. هي سالتك في حاجه؟ لا بس كانت متعصبه كده وشكلها قلقانه. انا رايي ما نقولهاش حاجه خالص. معاك حق، ما هي غلطه. نور انا اسف، انا ما قصرتش. كمل فرجه. فتحت شنطتي؟ كنت محتاجة اخد حاجة عشان اركز. كتبت؟ خلصت المعالجة اللي عطلان فيها بقالي سنين. وريني. بصي، هي دي البيز اللي هيكتب عليه كل حاجة بعد كده، تمام؟ بس ما تعتبرش يعني نهائية، تمام؟ عايز ايه؟ مفيش. طب خلي بالك، أحسن تغلط تاني ولا حاجة. ياه، ده انت قلبك اسود قوي. علي، كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه. انا خايفه تكون فاكرني بنت سهله وبعمل كده مع اي حد. لا خالص، بس انا يمكن اعمل كده مع اي حد غير لو انا حاسه تجاهه بحاجه. وانا كمان. انا كنت عارفه ان انت وصاحبك في الجنينه منصور. ايوه، تكلموا عني. غبي، انا كنت عارف ان صوته عالي من غير ما اسمع حاجه، كان باين في عينيك طول الوقت. علي، أنا عمري ما حسيت كده قبل كده. أنا من ساعة ما شفتك واتكلمت معاك وأنا مرتاحة قوي. أنا عمري ما ارتحت كده مع حد، حتى أكرم. وأنا عمري ما كتبت في حياتي كويس كده خالص، وكله بسببك. معالجة حلوة بجد، بس برضو ناقصة حاجة. أنت ليه دايماً الشخصيات بتاعتك منطقية قوي كده وبيعملوا حاجات متوقعة منهم؟ بص، أنا فاهمة إن الشخصيات لازم تتطور وحاجات كده، يعني على قد فهمي، بس المفاجآت هي اللي بتخلي الناس ما تبطلش تتفرج على المسلسل. لازم الأبطال يفاجئوا الناس ويفاجئوك أنت كمان. معاكي حق، أنا عارف، بس المعالجة حلوة قوي. أنا مبسوط قوي إن هي عجبتك. نورا، أنا بحب أتكلم معاكي قوي. وأنا كمان. يعني ممكن اعرضها على حد زي منصور؟ اكيد طبعا، بقول لك حلوه قوي، شكلك كده هتتكافئ بجد. هكافئك واعمل لك هوت شوكليت. وبعدين ايه، ما استاهلش مكافاه؟ تستاهل، بس ردوة جايه. نورا، هخرج الصبح من الأوضة قبل ما رضوى تيجي تشوفني. أنا لو وافقت هيكلفك كتير. تمام، وأنا مش فارق معايا أي حاجة. خليك فاكر الكلام ده كويس.